12 حزيران 2015 موعدكم مشاهدينا مع أضخم وأهم حدث لها الموسم وللسنة كلها. الام تي في رح تنقل مباشرة على الهواء مهرجانات بيروت الدولية للتكريم، يعني حفل بياف 2015. ومن هالحفل بالذات وزير السياحة السيد ميشيل فرعون رح يطلق رسميا موسم السياحة للعام 2015 بلبنان، وهالمبادرة هي أكيد لفتة تكريمية من قبل الوزير للمهرجان. رح نتوقف هلا مشاهدينا مع لمحة سريعة عن The Best of البياف من عام 2014. مشاهد بتاخذ العقل من حفل البياف من السنه الماضيه اللي تخطى كل التوقعات، وبالفعل كان اكثر من رائع. وهالسنه متوقعين كمان حفل اضخم واجمل واحلى اكيد بمتابعتكم انتم مشاهدينا. هالسنه هي الدوره السادسه للبياف اللي انطلق بال 2010، وسنه بعد سنه عم يتميز اكثر من بقيه المهرجانات التكريميه وعلى مختلف المستويات. ونحن ببرنامج لايف وتحضيرا لهالحدث عم نقدم لكم مشاهدينا كل نهار سبت واحد فقره خاصه بالبياف حتى نسترجع سوا اهم المحطات واللحظات اللي مرقت بالدورات السابقه، وكمان حتى نعرفكم على بعض التحضيرات والمفاجات اللي عم تتحضر لهالسنه. الحلو بهالمهرجان انه اللي بخلينا كمان ننطره من سنه لسنه هو انه بكرم المبدعين هن وعلى قيد الحياه. رح اشرح لكم شوي اكثر عن هالموضوع لانه هو بالفعل اللي بيميزه عن بقيه المهرجانات التكريميه، ولكن رح نتوقف قبل لحظات.
jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends l'heure de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. هذه كانت لمحة مشاهدينا عن إطلالة سوبرانو ماتيو خضر بحفل بياف عام 2014. خلينا نرجع نذكركم عامة عن هالحفل المميز وشو هي أبرز مميزاته. وقلت لكم قبل الوقف مشاهدينا أنه اللي بيميزه هو أنه بكرم المبدعين هن وعلى قيد الحياة، مش من بعد ما بيغادرونا وما بقى له قيمة تكريم. هن بالنهاية أشخاص كرسوا حياتهم وبيعتوا من قلبهم ومن وقتهم لقضية رسالة أو هدف معين، ومثل ما قلت بيستاهلوا أكيد كل التكريم، وإن شاء الله هالجائزة بتكون حافز لإلهم حتى يكملوا بهالمستوى العالي من العطاء. خلينا مشاهدينا هلا نقدم لكم لمحه عن الدورات السابقه. مثل ما بتعرف كل دوره تحمل اسم مبدع او فنان معين. الدورات الماضيه حملت اسماء عمالقه كبار، كمان هالسنه ونزولا عند رغبه الشعب وتعاطف الشعب مع خساره الاسطوره الكبيره الفنانه صباح، قررت لجنه مهرجانات البياف انه تهدي هالدوره لها، واكيد رح يكون في تكريم خاص لهالفنانه الكبيرة. بالسنوات الماضية هالدورة أو هالمهرجان حمل أسماء كبيرة، منهم البروفيسور مايكل دبغي اللي هو كمان تكرم عام 2012، الأخوين الرحابني وويليام حنا وجوزيف بربيري. دورة 2015 لجنة مهرجانات البياف طرحت أسماء أكثر من 200 شخصية من حول العالم من مختلف الفئات والمجالات، من الصحافي والفن والسياسي، أكاديميين، مخترعين، وكمان بالعمل الإنساني. وتم تصفية هالمجموعة الكبيرة حتى بقي مجموعة من المكرمين، وهن عددهم هالسنة 26، ورح يتكرم منهم 24 من المكرمين، هن أكيد من 12 دولة، بلد عربي وأجنبي. الأسبوع الماضي أعطيناكم لمحة عن دورة 2010 وال 2011، اليوم عم نشوف مشاهد من دورة 2012 اللي هي الدورة الثالثة، وأبرز اللحظات والمكرمين والشخصيات المميزة اللي كانت حاضرة. هون عم نشوف المؤتمر الصحفي أو زيارة لجنة مهرجانات البياف عند رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. وراح يكون في اكيد خطوات مماثله بهالدوره اللي هي الدوره السادسه. لقينا نظره عن المكرمين لدوره 2012، هيدي كانت لمحه عن البياف مشاهدينا لهالدوره. التحضيرات بعدها مستمره، مفاجات كثيره بعدها بانتظاركم. الحدث المنتظر هو ب 12 حزيران، واكيد كلنا راح نكون على الموعد. وقفه قصيره ومنكمل مع وول اوف فيم مع الفنان والتينور ادغار اون.